حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الصحافة تقول. معي أنا حسن كدي، نستعرض لكم فيها أبرز ما تناولته الصحف المحلية والعالمية لهذا اليوم، وإليكم أبرز العناوين. مأرب، قوات العمالقة تواصل توغلها صوب مواقع الميليشيات الحوثية المطلة على مركزي العبدية والجوبة. بايدن، نتواصل يوميا مع قيادة الإمارات لمناقشة التهديدات الحوثية. السعودية، نقف مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الهجمات الإرهابية الحوثية. وحضرموت، سجال الردود بين الحكومة والسلطة المحلية بعيدا عن المعالجات الحقيقية. أهلا بكم. أوضحت مصادر مطلعة أن قوات العمالقة بسنودة بمقاتلين من أبناء قبائل مراد شنوا هجمات مكثفة على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في المناطق التي تشرف على مركز مديرية العبدية. وأضافت أن الهجمات عقبها معارك ضارية تركزت في أطراف مناطق الجفرة والحمران وسط توغل قوات العمالقة في قرى عزلة آل صوفي بالقرب من مركز مديرية العبدية. وفي جبهة ملعاء، ذكرت المصادر أن قوات العمالقة خاضت أعنف المعارك مع الميليشيات الحوثية في السلسلة الجبلية التي تفصل حريب عن الجوبة، وأن المعارك اندلعت عقب هجمات شنتها قوات العمالقة على مواقع الميليشيات من اتجاه حريب. وبحسب المصادر فإن معارك مماثلة خاضتها قوات العمالقة في العديد من مناطق نجد والحجلة إلى الشمال من حريب المطلتان على منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة. من جانبه، قال التحالف العربي في تقريره اليومي أنه نفذ 18 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب وتعز خلال الساعات 24 الماضية، مشيرا إلى تدمير 18 آلية قتالية تابعة للميليشيات، إضافة إلى خسائر بشرية في صفوف عناصرها. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتواصل يوميا مع المسؤولين في دولة الإمارات لمناقشة التهديدات الحوثية الأخيرة. وفي السياق ذاته، ثمن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي احترافية القوات المسلحة الإماراتية والسعودية في التعامل مع التهديدات الحوثية الأخيرة. وقال جون كيربي: نقف إلى جانب الإمارات والسعودية في مواجهة التهديدات والدفاع عن أراضيهما وحماية شعبيهما. وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الإرهابي الحوثي الأخير على الإمارات. أدانت وزارة الخارجية السعودية واستنكرت بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية الشقيقة بهجمات متتالية، آخرها إطلاق صاروخ بالستي على إمارة أبوظبي يوم الاثنين. وأكدت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس يوم الاثنين وقوف المملكة التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وشدد البيان استمرار السعودية في التصدي لمحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيات الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، كما أكد دعم المملكة العربية السعودية لدولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. قالت الحكومة اليوم الاثنين إن إجمالي الإنفاق أو الإنفاق المركزي لمحافظة حضرموت خلال الأربع أعوام السابقة بلغ ما يقارب 200 مليار ريال. بالمقابل، جنت السلطة المحلية إيرادات مركزية مستحقة بإجمالي 41 مليار ريال في حسابات خاصة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبا تصريحا على لسان مصدر حكومي مسؤول قوله إن إجمالي الإنفاق المركزي للمحافظة في الموازنة العامة للدولة لسداد المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والإعانات المالية للأعوام من عام 2018 إلى عام 2021 بلغ 196 مليار ريال. وأوضح المصدر أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في المقابل لم تورد إيرادات مركزية مستحقة
بإجمالي 41 مليار ريال جنبتها في حسابات خاصة بالسلطة المحلية. ويأتي هذا التصريح فيما يبدو ردا على قائمة مطالب قدمها محافظ المحافظة اللواء ركن فرج البحسني بمذكرة رسمية سربت أمس الأول طالب الحكومة بتحقيقها لاحتواء تصعيد الهبة الحضرمية. والحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ياسر اليافعي رئيس تحرير صحيفة يافع نيوز. أهلا بك سيد ياسر. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. إذن 41 مليار ريال من الأموال المخصصة لحضرموت تم تحويلها لحسابات خاصة بحسب مصادر في الحكومة، من استولى على هذه الأموال؟ طبعا أخي الكريم، هو بيان الحكومة ومطالبتهم وباستدعائهم المحافظ والسلطة المحلية في حضرموت، ويأتي رد على يعني الهبة الحضرمية التي حاولت أن توقف تصدير النفط إلا بمطالب واضحة منها إعطاء حضرموت حصتها. فيما يخص الفساد وما فساد، أعتقد أن الحكومة تتحمل المسؤولية لأن هي المشرفة على إدارة السلطة المحلية في محافظة حضرموت. لماذا سكتت طوال الفترة الماضية وتحدثت اليوم عندما بدأت الهبة الحضرمية بقيادة جديدة ومطالب واضحة جدا يعني؟ فأعتقد أن الهدف هو إحباط الناس، محاولة ثني الناس وإحراف المعركة عن مسارها، بدل أن تكون ضد الحكومة تريد الحكومة أن تكون يعني ضد الهبة الشعبية وغيار السلطة المحلية في المحافظة. في الأخير الحكومة هي المسؤولة عن الفساد وهي المسؤولة عن هذه الأموال، وكان المفروض أن يعني أن تتحدث للمواطنين من خلال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من خلال الإعلام أين ذهبت هذه المبالغ، لا من خلال يعني محاولة استفزاز أبناء حضرموت من أجل تصدير النفط. نعم، برأيك ما سبب هذه الاتهامات في هذا التوقيت بالذات؟ طبعا هو يأتي بالتزامن مع تصاعد الهبة الشعبية واتخاذها مسارات مختلفة، بالتالي هم أرادوا إحباط الهبة الشعبية وكانوا يريدون توجيهها باتجاه آخر، بدل أن تتوجه باتجاه الحكومة وتوجيهها باتجاه السلطة المحلية وإيجاد انقسام في المجتمع الحضرمي، وأعتقدهم سيفشلون في هذا النقطة. نعم سيد ياسر، نشرت أنت اليوم تغريدة عن غارات دقيقة للتحالف في حي الإذاعة في صنعاء، كيف كان تأثير هذه الغارة على الميليشيات الحوثية؟ طبعا هذه الغارات تأتي لاستهداف مخازن الأسلحة ورش تصنيع الطائرات المسيرة بمعلومة دقيقة من قبل التحالف العربي. وبحسب الفيديوهات التي تداولها ناشطوك العاصمة اليمنية صنعاء، استمرت الانفجارات لفترة طويلة، وما يؤكد أن الإصابة كانت دقيقة جدا وأن الميليشيات كبرت خسائر كبيرة خلال هذه الغارات. نعم، بشكل عام وبرأيك الشخصي، ما هي السيناريوهات المتوقعة في الفترة القادمة في ملف الفساد في حضرموت وفي الجبهات وفي صنعاء؟ طبعا شوف، بالنسبة لملف الفساد هو ملف كبير ولا يتعلق بحضرموت، هو يتعلق بفساد الشرعية بكل مكوناتها بكل هيئاتها، وهذا الفساد هو السبب الذي أطال الحرب وأعطى الحوثي قوة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إنهاء الفساد أو توقف الفساد في ظل استمرار هيئة قيادة الشرعية الحالية. يمكن الحديث عن مكافحة الفساد في حال عادة هيكلة الشرعية ما فيها السلطات العليا للدولة بتغيير الشخصيات التي أثبتت فسادها وفشلها خلال المرحلة الماضية. لا يمكن نتحدث عن انتصارات بأدوات فاشلة وأدوات فاسدة، لذلك يجب تغيير هذه الأدوات حتى تمضي، سواء كان ذلك اقتصاديا أو عسكريا على الأرض. وماذا عن الجبهات وصنعاء؟ بالنسبة للجبهات، هناك تقدمات لقوات العمالقة في المأرب في تحديدا في منطقة العبدية وفي البيضاء، وأتوقع خلال الأيام القادمة ستكون هناك أو سيتم فتح جبهات أخرى في محافظة البيضاء بالتزامن مع انتصارات في سين العبدية، ما يعني أن الحوثيين تقطعت أوصالهم بين محافظة البيضاء ومحافظة المأرب. نعم، شكرا لك ياسر اليافعي رئيس تحرير صحيفة يافع نيوز. الصحافة تقول مستمر وفيه بعد الفاصل. إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصالات عسكرية في جمارك شحن. رسميا توثيق عقود الإيجار السكني والتجاري بالعملة المحلية. أهلا بكم من جديد. أعلن مدير عام الجمارك من تمكن موظفي الجمارك من ضبط عدد أجهزة اتصال لاسلكي عسكرية، وقال مدير عام الجمارك أن عملية الضبط تمت بناء على الاشتباه بسيارة نوع أكسنت قادمة من دولة مجاورة كانت تستخدم في هذه العملية، حيث تم توقيف السيارة وتفتيشها وإحباط محاولة التهريب، وسيتم إحالة المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة بحسب قانون الجمارك.
وسبق وأن ضبطت سلطات الجمارك في جمرك المنطقة الحرة بعدن شحنتي معدات عسكرية خلال الأسابيع الماضية. وضعت اللجنة الإشرافية العليا مسودة استمارات توثيق عقود الإيجار السكني والتجاري بالعاصمة عدن تمهيدا لإقرارها، وذلك في إطار تنفيذها لتوجيهات محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس بشأن إلزام المعاملات السعرية وعقود إيجارات العقارات السكنية والتجارية باستخدامهم للعملة المحلية. وتواصل اللجنة الإشرافية العمل والتحضير والإعداد مع مختلف الجبهات المعنية من مدراء عموم الوحدات الإدارية في المديريات ومديري فروع مكتب الأشغال بالتعاون والتنسيق مع رؤساء اللجان المجتمعية على مستوى المديريات ومراكز الأحياء بهدف استكمال كافة الإجراءات وتدشين الخطوة العملية والتطبيقية والتي سيتم تحديدها وتعميمها للجهات ذات الصلة ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة في حينها. أصدر قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني في عدن تعميما هاما موجه لكافة الشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد حول تجديد تراخيص أعمال الصرافة لعام 2022. يتضمن حثهم على سرعة استكمال إجراءات التجديد خلال الفترة المحددة والتي تنتهي نهاية شهر فبراير من عام 2022. وقد حدد نص التعميم جملة الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي بما فيها إحالة شركات ومنشآت الصرافة المخالفة لقرار تجديد التراخيص إلى الجهات القضائية المختصة والمنع من التعامل معها، وذلك وفقا للإعلان الذي نشر في الموقع الرسمي للبنك المركزي بتاريخ 6 يناير عام 2022. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة مع عناوين وأقاويل صحفية جديدة. فلسنا نحن من نقول، ولكن الصحافة تقول. في أمان الله.